مشاهدينا صباح الفل، اهلا بيكم في حلقه جديده، حلقه يوم الجمعه اللي بتبدا في ميعادها الساعه 9. بكره بعد سنتين من الثوره هنروح كلنا ندلي باصواتنا في الاستفتاء على مسوده الدستور. من 25 يناير لغايه دلوقتي احداث كتيره جدا، ولكن في الست شهور الاخيره اجتمعت الجمعيه التاسيسيه وكتبت مسوده للدستور. سواء هتروح بكره تصوت عليها بنعم او هتروح بكره تصوت عليها بلا، نصيحتي الشخصية اقرأ مواد الدستور. عدد كبير جدا من المواقع التواصل الاجتماعي وناشطين كتير ابتدوا يحطوا آرائهم، هم ليه موافقين على الدستور أو ليه معترضين على الدستور، وفي عدد قليل هيقاطع مسودة الدستور بكرة. يمكن في عدد من شباب المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عمل فيديو حطه على موقع يوتيوب للتواصل الاجتماعي بيقول حملة، وسمى الحملة حملة اعرف دستورك، بيوضح مواد الدستور، بيوضح الفرق ما بين دستور 71 اللي كان موجود في مصر واللي موجود في المسودة الأخيرة. عملوا حملات في المواصلات وخدوا في المحافظات عفوا، نزلوا في أكتر من حي وعرضوا الفيديو ده على شاشات علشان الناس تعرف وجهة نظرهم في الدستور. عدد من شباب القوى المدنية والتيارات الليبرالية كمان عملوا حملة مماثلة على موقع يوتيوب، وهي حملة فهمني لماذا نرفض هذا الدستور. يعني يمكن المتابع للحملات دي والحملات دي ممكن ينسى النقطة الأكبر من وراء الموقف اللي احنا عايشينه دلوقتي ده. الموقف اللي احنا عايشينه هي لحظة نادرة في تاريخ مصر كل الناس بتعبر فيها عن نفسها، كل الناس بتقول هي ليه موافقة على حاجة او ليه رافضة حاجة، وبتستخدم الانترنت، بتستخدم الشوارع، بتستخدم التواصل الانساني المباشر علشان توضح للناس هي موافقة ليه ورافضة ليه. وانا بيتهيألي ان احنا يعني في تاريخ مصر المعاصر ما شفناش هذا الحجم من المشاركة الشعبية ما بين الناس وبعضها علشان يوضحوا وجهة نظر معينة. يمكن احنا معانا بعض الصور كمان من فعاليات قامت بها بعض الأحزاب السياسية والتيارات على الأرض، نزلوا وطبعوا مسودات أو ملخصات للناس ليه احنا موافقين على الدستور، ليه احنا معترضين على الدستور، وابتدوا يقابلوا الناس في الشوارع ووزعوا عليهم الملخصات دي. ابتدوا يعملوا كمان ظاهرة جديدة شفناها يمكن في آخر سنة 2012، وهي ظاهرة السلاسل البشرية. مجموعة من الناس بتطبع يوفط صغيرة وبتقف على الطريق على الشارع أو في أي مكان من الأماكن بتعبر عن وجهة نظرها. زي ما احنا شايفين دول مجموعة من الناشطين بيقولوا لأ، أو كان في قبلها صور لمجموعة من الناشطين بيقولوا لأ، بيقولوا آه. سواء أنت موافق أو رافض، ادخل على مواقع التواصل الاجتماعي، تابع البرامج التلفزيونية، اقرأ مسودة الدستور، ولكن المهم أن أنت تنزل بكرة وتشارك إذا كنت بتنتمي لمحافظات المرحلة الأولى، أو تحضر نفسك عندك فرصة أكبر لغاية يوم السبت الجاي كمان أسبوع علشان تنزل وتشارك في المرحلة الثانية للدستور. يمكن احنا عندنا هنتكلم النهاردة بشكل مفصل أكتر عن مسودة الدستور، ولكن هنتكلم عن موضوع مهم جدا الحكومة قررت بدءه في الفترة القادمة، وهو ان احنا نغير نظام انابيب البوتاجاز وتبتدي تتوزع بكوبونات بدل ما تروح للمستودع وتشتري الانبوبه. ذهابك للمستودع وانك تشتري الانبوبه كان في بعض الاحيان بيؤدي لان انابيب البوتاجاز بيبقى سعرها كبير عالي قوي على الناس او لخل سوق سودا. دلوقتي الحكومه قالت لا احنا هنوزع كوبونات. هل النظام ده جيد ولا لا؟ احنا ده السؤال اللي بنطرحه على حضراتكم النهارده على فيسبوك. هل تؤيد قرار الحكومه بتطبيق نظام الكوبونات على انابيب البوتاجاز؟ نعم لا؟ ارجو من حضراتكم المشاركه معانا برايكم. هنخرج لفاصل نشوف فيه اهم فقرات اليوم ونرجع علشان نشوف الحاله المروريه في القاهره. خليكم معانا. في يوم الاجازه زي الشمس معاك في الفقره المروريه علشان تتعرف على اماكن الزحمه وتختار طريقك بعيد عنها. قراءه في اهم الاخبار وعناوين الصحف المصريه الصادره صباح اليوم مع رسام الكاريكاتير محمد انور. فقره خاصه عن دعوات العصيان المدني اعتراضا على الدستور وتاثيرها على حركه النقل العام وخاصه مترو الانفاق والقطارات. فقره اخرى عن مشروع الدستور قبل يوم من بدء التصويت عليه داخل مصر للتعرف على اهم ايجابياته وسلبياته وموقف الفئات والشرائح المجتمعيه منه. فقرة عن كوبونات البوتاجاز التي سيتم تعميمها في المحافظات الأسبوع المقبل وتأثيرها على المواطن البسيط.
يا صباح الفل.